اعاده هي لمنطقه الحواميض للنواب المحترمين ابراهيم عبيدي، عبد القادر عماره، عبد العزيز عماري، صالح جمالي، عيسى امكيكي، محمد العيادي، ادريس سقلي عدوي ونزهه الوافي من فريق العداله والتنميه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، السيد الوزير، الساده النواب المحترمين، السيده النائبات المحترمات، لم يعد خافيا ما اصبحت تعانيه منطقه الكردان باقليم تارودان بعد ان كانت تحتل مكان الصداره في صادرات بلادنا من البواكر والحواميض، الامر الذي جعل الدوله تخصص لها منذ مده ما يسمى بمشروع انقاذ منطقه الحواميض. لذا نسألكم السيد الوزير، ما هي برنامج الحكومة لتأهيل المنطقة؟ وشكرا. شكرا للسيد نائب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. فعلا كتعتبر المنطقة ديال سوس ماسة من أهم المناطق المنتجة ديال الحواميض على المستوى الوطني، حيث كتمثل ما يزيد من 40% من المساحة الإجمالية، وكتساهم تقريبا 50% من الإنتاج ومن الصادرات ديال الحواميض. فعلا لهذا العقدين الاخيرين عرفت المنطقه عموما وبالخصوص سبت الكردان نقصا حادا في الموارد المائيه نتيجه ديال التزايد ديال المساحات المسقيه وضعف كذلك التساقطات المطريه، وهذا ما ادى بعض الفلاحه باش يخليو تدريجيا الاستغلالات ديالهم والمغروسات ويمشيو لمناطق اخرى. والتخفيف من هذه الوضعيه تم الاعداد ديال المشروع ديال انقاذ دائره الحواميض بسبت الكردان على مساحه ديال 10000 هكتار في اطار شراكه بين القطاع العام والخاص بعد طلب ديال العروض الدولي. وهذا المشروع غادي يمكن من جلب حوالي 45 مليون متر مكعب سنويا من المركب المائي ديال اولوز المختار السوسي للمنطقه ديال سبت الكردان. وقد قطعت الاشغال بهذا المشروع اشواطا هامه على ان تنطلق عملية السقي تدريجيا موازة مع وضع تجهيزات ليتم تعميمها على جميع المستفيدين من ابتداء من شهر أبريل 2009 إن شاء الله، وموازة مع تأهيل هذه الدائرة. تم وضع برنامج عمل يتمحور بالأساس على تجهيز جميع الضيعات بالسقي الموضعي وتكثيف عملية التأطير والتنظيم المهني، إضافة إلى برمجة تجديد البساتين رونوفيلمون وتعويضها بانواع جديده ذات مردوديه عاليه ومثمنه للماء. وهذا الشيء راه داخل في البرنامج التعاقدي بين الحكومه ومهني قطاع الحواميض. واشكر السيد النائب. تعقيب السيد النائب. السيد الرئيس، السيد الوزير، نحن نتحدث عن اعاده تاهيل منطقه الحواميض لاننا نعرف جيدا كيف كانت مصدر لإنتاج الثروة وطنيا ومحليا وسوقا للشغل، ليس لأبناء الكردان فقط ولكن لمناطق من مختلف المغرب. فمنذ بدأت أزمة الماء وفلاح الكردان يقاومون لوحدهم سنين دون تدخل يذكر، وهلكت مساحات واسعة من ضيعات الحواميض. كان عرف السيد الوزير ضيعات كانت تدير 200 مليون، والآن الناس ديال الأسر التي تملكها أفلست، والناس الدواوير المحيطين بها فقدوا مصدر عيشهم وهاجر كثير منهم. نسألكم سيد الوزير، اش فعلت الحكومة لهؤلاء الفلاحين من جبر الضرر؟ هم طلبوا مثلا، كانوا اقترحوا انه عيل الدار مشاريع ديال تربية الابقار صغيرة. نعم، لان الحكومة مسؤولة عما وقع لهم، فهي لم تكتفي بالتفرج على مشكل ما حتى حدث، ولكن انشأت او اصرت على مسطرة معقدة من 2003 والان وحتى جفت كثير من ضيعات هؤلاء الفلاحين الذي لا تصبر على الماء حتى في الشتاء كما تعلمون. والان الفلاحون فتحوا منتجوا الحواميض اللي بقوا صامدين، الان راه الان كيتمارس عليهم طرف شركه التصدير واحد النوع ديال بحيث انهم ما كيوروهمش بشحال تباع الليمون ديالهم، وبالتالي الحكومه ما فرضت واحد الشفافيه على هذه شركه التصدير،
وكذلك مشجع مصلحة النظام التعاوني وما ما ما حاول دير نظام ديال التحفيز لتسهيل ولوج الفلاح له. لماذا للحكومة نعم بالنسبة للمشروع اللي قلته السيد الوزير احنا نتمنه وهو يكاد يكون جاهزا ولكن غير كافي، وحتى كثير من الفلاح الذي يمكن ان يستفيدوا منه هما متقلون بالديون ديال القرض الفلاحي، وتوجهوا لكم باقتراح طلب جدولتها دون جدوى. فالمنطقة السيد الوزير بغينا منها اكثر من هذا المشروع اللي كما تعلمون هو ليس كافيا، هو فقط تكميلي، وبالتالي كثير من الضيعات الان واقعين تحت يعني الان بيجفوا كذلك وبيتعرضوا للجفاف لانه ما كاينش بديل لسقيم. وشكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير. سيد النائب المحترم، هو في الحقيقه يعني هذا الكلام كان يمكن يتقال هذه جوج ديال العقود، لانه بلي طرح المشكل اليوم حنا في اطار وجود ديال الحل. حنا الان راه استثمارات جد مهمه اللي تعملات من عند القطاع الخاص ومن عند الدوله ومن عند الصندوق الحسن الثاني، راه 80 كيلومتر راه اول عمليه ديال يعني التحويل ديال الماء ديال الترونسفير ديال الماء في المغرب هي هذه اللي كاينه في سبت القردان، راه 45 مليون ديال المتر كيب اللي غادي تجي من سد وغادي تدخل للمنطقه ديال السي ابراهيم، وغادي تدخل هذيك المنطقه لانه غادي تعطي واحد 10000 كتار عندهم 4500 متر كيوب الكتار، فهذه مردوديه جديده. وثانيا القاضي الفلاحي مشات لعين المكان وجلسات مع جميع الناشطين يعني اللي هما عندهم اللي عندهم الفيرمات ديالهم تماك، وعطاتهم التمويل اللي تقريبا 800 درهم اللي خصهم يخلصوا، دارت معاهم باش تمول لهم ذاك الرفض بالقنوات ب 10% يعني 100%، وعطاتهم شروط تفضيليه ديال 5.5%، وعطاتهم المده ديال 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 القرض كتوصل حتى ل 15 سنه، وهذا الفلاحه ديال المغرب كله بغاو هذا الشيء، زعما هذا واحد الشيء. شكرا سيد الوزير. ايجابي اللي هو في المنطقه ديالك اللي بالعكس خصك تشكرنا عليها سي. شكرا.